احنا نزحنا من بيت لاهجين هنا على معسكر الشاطئ، طبعا بعد ما تبهدلنا في الشمال، وبعد ما انقلت قيمتنا، وبعد ما اليهود خشوا علينا كلاب على دبابات على طيارات، الا 30 يوم بنعاني، لا عارفين وين نروح ولا عارفين وين نيجي. وكويس الاهل لقونا ناس بيستقبلونا وقعدونا عندهم بيخلف عليهم. والوضع مش عارف، الشمال كل ما زي كل ما ناوي بزاد سوء. بتفتح على اخبار بتلاقي عماره نازل فيها 100 شهيد، تفتح اخبار تاني بتلاقي عماره تاني نازل فيها 50 شهيد، تفتح عماره بتروح معسكر جباليا بتلاقي فيش معسكر جباليا، بتروح على نادي خدمات جباليا في جباليا بتلاقي فيش نادي، بتروح على الشمال فيش دور. امبارح وصلت عند على النصر هنا لقيت شباب اولاد المعسكر اولاد حاره القديمه بيقولوا لي يا وصف بنطلع على الجوال ما فيش ضالين حواري، ما فيش ضالين دور. طب لو وقتش هذا الاشي؟ لو وقتش احنا بدنا نضلنا نعاني لهيك؟ وين بدنا نروح؟ وين بدنا نيجي؟ طب احنا قعدنا عند الناس يوم اثنين ثلاثه اربعه خمسه 10، طب صرنا نخجل من حالنا، نضحكش على بعض، طبعا فيش حدا مدور عليك. أربع مرات نزحت أنا تل الزعتر جبالي. وين بشحط أنا مرة مريضة يعني معي كلب ومعي سكر ومعي ضغط ومعي غدة. من هلا هلا ما أشحط أنا. يطلعوا للمرضى، يطلعوا للأطفال، يطلعوا لنا العيانين إحنا. حدش متطلع لنا. يعني الحرب مستمرة هالقد. والحرب مستمرة، ما حدش متطلع لنا. كل يوم شهداء، كل يوم 100 شهيد، 200 شهيد. طب يطلعوا لنا بس بعين الرحمه، اللي عندهم رحمه عندهم قلوب رحيمه. فيش منطقه ما خلوهاش تنتقل من مره او مرتين او ثلاث مرات، واحنا بقينا في الشمال والله، وجينا مع الجنوب اللي هو معسكر الشاطئ، وهينا من يوم هلا اليوم قاعدين في مخيم الشاطئ. كيف عايشين؟ زي ما انت عارف زي الناس، والله الوضع صعب جدا جدا جدا، من خوف ورعب وجوع كمان، اباده جماعية وقتل، وما فيش تمييز، كان قال لك مقاومة مقاومة، ونص اللي بموتوا أو ثلثينهم أكثر سكان زينا. هذا الحجة إنها مقاومة وكله كذب. إيش بدك من 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 شعب غلبان، شعب ميت، شعب نهيان، أطفالنا قاعدين بتقطع وبنطلع فيهم، ما حد قادر يعمل حاجة. إيش بتتمنى؟ الموت ولا تشوف تشوف المصايب هذه؟ إحنا عندنا شهر قتل أولادي، كل شهر يوم طويل 10 ساعات في الطريق، يما نجيت في ابن هان قتلوا لي ثلاثة، والرابع جيت فيه عن طريق الإسعافات 10 ساعات، وإحنا في الطريق من 10 للساعة 9 في الليل يما نوصل الثان، وإلي شهر ما حد مدور علي ولا حد بدور علي، لا دواء ولا علاج في المعمدان، ولا في أي علاج ولا في أي حاجة، ولا حد مدور علينا. احنا في المعمدان وهي انطردوني من المعمدان، مش عارف وين اروح ولا نعرف حاجه ولا نعرف الدنيا. واخوتي قتلوهم، اولاد اختي قتلوهم، اخوتي اثنين اولاد اختي قتلوهم كمان، وانا جاني الخبر وانا انا ما شفتهمش، ومرتي ما بشوفهاش، اولادي برضه في الجنوب ما بشوفهمش، ولا حد مدور علي ولا حد نعت لي فيه. عماره 12 شقه عند المضخه المجاري نزلت علي كل هيته، لما انه انا نزلت عليها كل هيتا انا طلعت، طلعوني الناس سحب، لكن الطخ صار علينا، طلعنا جراي على المدارس، من المدارس اجينا هان، لقيتها انا بدي ارجع الدار اجيب وعيه اللي معايا انطخ، رجعت وشردتها لما، لكن هلقيتها حاليا بتجيني المكالمات بقول لك في بلوك السنايدة خشوا عليه، الترانس عنده خشوا عنده ابو طلعت، بلوك الهوجة اتدمر، بلوك اللي تبعنا اتدمر، يعني كله تدمير كامل، ما فيش حاجة بتضلها هذه حية.